اليوم يوم فاصل، ودعنا شعيرة واستقبلنا شعيرة أخرى، وإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. ودعنا شهر رمضان بخيره وعطاءاته وأفضاله على الأمة، واستقبلنا هذا اليوم المبارك، يوم عيد، عيد الفطر المبارك. أهله الله علينا بمزيد من الخير والبركات. عيد سعيد للجميع، وكل عام وانتم بخير وصحة وعافية. بمناسبة عيد الفطر الكريم، نتمنى لكل الأمة الإسلامية عيدكم مبارك،
وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وانتم بخير، وكل الجزائر ان شاء الله بخير، وان شاء الله بربي نزيد من النجاحات، والحمد لله يا ربي. محمد الرحيم، نتمنى السبت عيد مبارك، نتمنى العيد عيد سعيد للشعب الجزائري وخاصه العائله الكريمه، وربي يتقبل منا ان شاء الله ويتقبل منا من الشمال الجزائري، وربي يرحمنا وربي يحفظنا وشكرا. وصحة عيدكم رجع القبول، ان شاء الله يتقبل منا الصيام والقيام صالح الاعمال ان شاء الله، وكاع عيدكم مبارك. مبروك وتعيدوا بالصحه هنا ان شاء الله، وندعي الامه الاسلاميه قاعد تكون مسلمه، واليهود الله يهديهم، وان شاء الله الله ينصر اهلنا في غزه. السلام عليكم، عيدكم مبروك كاع لي زرجان وكاع لي مجموعات. صحيح. تولي زرجان تولي مجموعات. تولي مجموعات. تم. تم شويه. هيا كلهم عيد مبارك. عيد مبارك. تقول للجاريه الجزائريه كل عام وانتم مبروك. صحة عيدكم، عقوبة كل عام إن شاء الله. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، عقوبة كل عام إن شاء الله. صحة عيدكم. وتعيدوا بالصحة والهنا والعقوبة لمية سنة. السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، الشعب الجزائري والأمة العربية، إخواننا إن شاء الله في فلسطين، وكل العائلة تاعنا ثاني نهنوها، وإن شاء الله ثاني نتمنى إن شاء الله فريقنا الترجي يشتغل إن شاء الله ثاني السعود إن شاء الله. السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والله يعطيكم الخير. بارك الله فيكم. صح.